لم يعد العيش في هذه المخيمات أكثر خوفا بالنسبة لهؤلاء النازحين بعد أن باتت مناطقهم في مديرية القبيطة والمديريات المجاورة لها عرضة لجحيم الحرب بريف محافظتي تعز ولحج، وهو ما دفعهم لمغادرتها ليستقر بهم الحال هنا في مديرية طور الباحة التابعة لمحافظة لحج. أحمد عبد الله أجبر على ترك منزله برفقة أسرته بعد أن تعرضوا لوابل من الرصاص من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع أفقدته ذراعه الأيسر قبل أشهر. عجزت إمكانيات الأطباء عن مداواتها فبتروها. وجد أحمد وأسرته في هذا المكان نهاية لرحلتهم الموجعة، وتحت هذه الأشجار الوارفة استقروا علهم ينعمون بنسمة باردة تقيهم حر الشمس، خصوصا بعد أن أتلفت خيمتهم وبدت مهترئة وممزقة جراء الرياح والأمطار. يبدو وضع النازحين هنا أكثر تعقيدا، فلا مياه ولا أغذية ولا وقود للطبخ، كذلك هي الاحتياجات الأخرى كالأغطية والمواد الصحية التي تفتقر لها عشرات الأسر. تتضاعف معاناتهم يوميا جراء غياب كل هذه الاحتياجات توازيا مع موجات النزوح التي يستقبلها المخيم إثر توسع رقعة المعارك. لا روز لا سكر لا شيء معنا. كما تشوف بعينك نحن نشوف على عذاب عذابين الآن. محتاجين لا مفارش لا أغذية لا غزعنا. يبدو حال النازحين في هذه المخيمات شبيها بحال محافظتهم الواقعة تحت سعير حرب الجماعة الانقلابية من ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع، إذ لم يجد النازحون هنا ضالتهم في العيش بسلام والرعاية الكريمة كما هو الحال بالنسبة لمحافظتهم التي لم تنل السكينة منذ ما يزيد عن عام ونصف.